بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في كل مكان عبر قنوات أون تايم سبورتس والدوري النسائي الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021 من هنا من ملعب بالم هيلز، حيث أحداث هذا اللقاء المباراة التي ستنطلق بعد لحظات قليلة من الآن. فريق البنك الأهلي يستضيف فريق دلفي في إطار لقاءات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية. أمامنا حكام هذه المباراة، على الصورة يوسف صالح حكم هذه المباراة، يعاونه كريم قاسم مساعد أول وإسراء حمودة المساعد الثاني وفريقي المباراة، ونزول طاقم الحكام ونزول لاعبو الفريقين إلى أرضية الملعب استعدادا لبدء أحداث الشوط الأول من هذا اللقاء اللي بيقام ضمن لقاءات الأسبوع العاشر. فريق البنك الأهلي، فريق اللي بيدخل هذا اللقاء في المركز الرابع في جدول الترتيب، عنده 17 نقطة، بينما فريق دلفي فهو بيحتل المركز الثاني عشر وقبل الأخير وليس لديه رصيد من النقاط. نتمنى إن شاء الله أن نستمتع ونتابع أحداث هذا اللقاء، وأيضا أن نرى مستوى طيب وجيد من خلال مباراة الفريقين معا. فريق البنك الأهلي فريق اللي بيحقق نتائج جيدة في هذا الدوري وينافس بقوة من أجل احتلال مركز الصدارة، المنافسة القوية والشرسة مع وادي دجلة ومع الطيران وأيضا مع الأمرية. ولا ننسى أن فريق الجونة له حظوظ قوية جدا لأيضا المنافسة على لقب البطولة. الاستعداد وقراءة الفاتحة من الجانبين، أمامنا هذا وفريق البنك الأهلي، وكما ظهر من لحظات فريق دلفي. ولكن نبدأ أولا بأصحاب الأرض والضيافة، فريق البنك الأهلي والمدير الفني كابتن محمد محسن اللي بيبدأ المباراة بتشكيلة مكونة من أسماء محمد محمود في حراسة المرمى، ترتدي القميص رقم واحد في الدفاع، أمينة حمدي 14، ندى عماد 32، اللاعبة الملقبة دائما بالجوكر اللي بتجيد لعب في أكثر من مكان، حبيبة عمر رقم 20، ماجي محروس رقم 92. وسط الملعب مكون من الثنائي المتألقة دائما السريعة الرشيقة الأنيقة، كاميليا شحاتة رقم 11، جوارها اللاعبة كارما سليم رقم 8. ووسط ملعب هجومي مكون من الثلاثي حبيبة بكتاش الجناح الطائر دائما رقم 7، جانا اسماعيل رقم 10، ملك عادل رقم 38، وفي المقدمة فرح المادي رقم 12. البنك الأهلي فريق اللي بيرتدي اللون الكحلي الكامل، او ممكن نقول اللون الاسود الكحلي مع الاسود على يسار ملعب المباراة، بينما باللون السماوي مع الأزرق الغامق يتواجد على يمين ملعب بالم هيلز فريق دلفي، الفريق اللي بيدخل هذه المباراة وبالتشكيلة اللي بدأ بها المدير الفني محمد المرسي. حارسة المرمى أسيل محمد رقم 74، في خط الدفاع هند مجدي 24، دينا خالد علي 14، رنا عوض رقم 31، ومروة سيد أحمد رقم 23. وسط الملعب مكون من الرباعي أمينة صابر رقم 17، هالة المهدي 18، رحمة يوسف 7، ضحى مجدي رقم 12، وفي المقدمة الثنائي ندى وليد شرف 11 ويارا سيد حسين رقم 25. هذه كرة منقولة في اليسار جنب خط التماس واقتراب من حدود منطقة الجزاء في محاولة لفريق البنك الأهلي التغطية الدفاعية. أمامنا من اللاعبة اللي على الصورة أمينة صابر تطلع الكرة إلى خارج ملعب رمي التماس، اتلعبت وبسرعة تحولت على حدود منطقة جزاء فريق دلفي والكرة تخرج إلى ركلة ركنية. آخر لقاءات البنك الأهلي في الأسبوع التاسع، التعادل 1-1 مع الطيران، كانت مباراة قمة لقاءات الجولة التاسعة. وفي الجولة التاسعة خسر فريق دلفي أمام الجونة بثمان أهداف مقابل هدف واحد. الركنية والتنفيذ، كاميليا شحاتة تلعب الكرة العالية بتعدي بعد ما نفذت الركلة الركنية من على يمين حارسة المرمى أسيل محمد. أدي أمامنا كاميليا شحاتة، لعبة اللي بترتدي القميص رقم 11 واللي
مستحيل يتم الاستغناء عن خدمات هذه اللعبة. لديها مجهود كبير ومجهود جبار في منطقة وسط ملعب البنك الأهلي. هي المحرك، هي الدينامو، كل عنها ما شئت. كرة ملعوبة من ناحية حبيبة عمر إلى الناحية اليسرى عند لعبة كارما سليم، استخلاص من تدخل رائع هال المهدي من فريق دلفي، لكن الكرة تقطعت وارتدت لصالح حبيبة بكتاش. كرة حائرة تستقر عند جانا اسماعيل من البنك الاهلي. وذكر هو الفريق اللي بيرتدي اللون اللون الاسود على يسار ملعب المباراة وعلى يمين الملعب باللون الكحلي مع اللون السماوي يتواجد فريق دلفي. المباراة بتجمع صاحب المركز الرابع واللي عنده 17 نقطة، نقصد هنا البنك الاهلي، في مواجهة امام فريق دلفي اللي بيحتل المركز الثاني عشر وليس لديه رصيد من النقاط. 7 مباريات 7 خسائر، سجل 5 اهداف ودخل مرمى 31 هدف بعد 9 جولات. مرت الفريق عنده لقاء مؤجل امام المعادي واليخت من الاسبوع الخامس، مباراة لم تلعب وكان تم الغاء نتائج فريق شباب القلعة بعد ما انسحب من بطولة الدوري، والانسحاب لسوء النتائج ولعدم وجود الدعم المادي الكافي، ودي يعني اهم السلبيات اللي بيعاني منها اغلب فرق بطولة الدوري الممتاز المصري في الكرة النسائية. نعود للقاء اللي مر منه 6 دقائق والتعادل يزال بدون اهداف. كرة ثابتة من وسط ملعب فريق البنك الاهلي، الخطأ لصالح فريق دلفي. هذه على الصورة حائط مكون من 3 لاعبات، جانا اسماعيل موجودة في الحائط ولكن التنفيذ هنا من لاعبة دلفي. كرة اتلعبت قوية عدت أعلى العارضة وتمر من تنفيذ لهالة المهدي اللي بترتدي شارة القيادة. أسماء محمد محمود تلعب الكرة في الناحية اليسرى. ندى عماد، التقدم من ماجي محروس وسط الملعب، استلام تحرك من ناحية كارما سليم، تلعب الكرة في الناحية اليمنى، محاولة اللحاق بالكرة عن طريق فرح مهدي رقم 12 واللي بتشكل رأس المثلث الهجومي لفريق البنك الاهلي. ادي في الاعادة كرة حصلتها ما خرجتش، تدخل المرة دي واندفاع قوي جدا من ندى وليد شرف في اللعبة اللي فاتت، لكن على ما يبدو ان الراية من المساعد اشار بان الكرة تجاوزت وعدت بكامل هيئتها خط المرمى. تتلعب ركلة المرمى من فريق دلفي، مرتدة على قوس منطقة الجزاء، بتشترك ماجي محروس، تلعب الكرة في ناحية اليسرى، دخول عن طريق الطائرة النفاثة المتألقة دائما حبيبة بكتاش، اللاعبة اللي بتتميز بالسرعة سواء لعبت في اليمين او حتى لعبت في مركز الجناح الايسر. التدخل الدفاعي، استخلاص رائع من ندى وليد شرف. ادي امامنا لاعبة فريق دلفي بهذا التدخل تبعد المحاولة الى رمي التماس. اللعبة استلام حلوة جدا بدون اي معاناة بأريحية من فرح، تمر فرح مهدي تقترب، لكن حكم اللقاء يوسف صالح بيعلن عن ركلة ركنية لمصلحة فريق البنك الاهلي اللي بيضغط وعنده نسبة امتلاك واستحواذ على الكرة خلال ال7 دقائق اللي عدت من احداث الشوط الاول. الركنية والتنفيذ للمتخصصة كاماليا شحاتة، تلعبها بتعدي كاماليا، تصل في الجهة اليسرى، عرضية من كارما، حبيبة بكتاش تستلم وسط زحام دفاعي، عدد كبير من لاعبات دلفي متواجدين داخل منطقة الجزاء أثناء تنفيذ الركلة الركنية. الكل رجع علشان يقفلوا كل الطرق المؤدية إلى مرمى أسيل محمد. كرة منقولة في الناحية اليسرى عند كارما سليم، حاولت استلام لكن ما قدرتش تحافظ على الكرة ولا تعمل تحكم جيد، عادت الكرة من تحت قدم لاعبة كارما وخرجت إلى رمي التماس. ملعوبة من ناحية اليمين، مروة سيد أحمد على تنفيذ رمية التماس،
يارا سيد حسين هي اللي لعبت، رميت التماس في اتجاه مروه ما استلمتش الكره بشكل سليم، ارتدت لوسط ملعب رحمه يوسف من فريق دلفي لكابتن الفريق هال المهدي، اتقطعت لصالح البنك الاهلي وحاولت استلام ماجي محروس، تتكلم مع زميلتها بتشاور بتقول حاولت تلعب الكوره في المكان اللي انا موجود فيه بعيد عن اي التحامات بعيد عن اي تدخلات دفاعيه. ملك عادل ومحاوله استغلاص الى داخل دايره الوسط، كمال يا شحاته، فرح مهدي تستلم فرح تحجز على كورتها وتلعب الكره في الخلف عند امينه حمدي، لعبت كره عاليه تمسكها بكل سهوله اسيل محمد حارس مرمى فريق دلفي. مفيش خطوره لحد دلوقتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات اون تايم سبورتس، وهذا اللقاء لقاء اللي بيجمع البنك الاهلي مع دلفي في ملعب بالم هيلز في اطار لقاءات الجوله العاشره، مباراه على ملعب البنك الاهلي وفي نفس التوقيت بتقام ايضا مباريات اخرى، لكن نتابع الهجمه من ناحيه كارما بتصطدم بتغطيه دفاعيه من يارا تطلع الكره اللي رمي التماس، ضغط تاني مستمر مرة دي من رحمة على حبيبة بكتاش، هي الرئة اللي بيتنفس بها فريق البنك، ادي التصويبة من كماليا استلمت بعد ما ارتدت وبالقدم اليمنى تسدد، ولكن الكرة والتصويبة تروح بعيد، رقابة على اللاعبة جانا اللي على الصورة هي ملك عادل عفوا، والرقابة المفروضة عليها من مروة سيد احمد من فريق دلفي الفريق اللي اتعرض لخسارة كبيرة في الجولة التاسعة أمام الجونة بثمان أهداف مقابل هدف واحد، خسارة كبيرة تعرض لها الفريق وهي الخسارة اللي لم يتعرض لها من قبل بهذا الرقم إلا في الجولة الرابعة أمام الطيران، وكانت الخسارة بثمان أهداف مقابل لا شيء. أولى لقاءاته مع مركز شباب البرجاية هزم بهدفين مقابل هدف، على عكس البنك الاهلي اللي افتتح مشواره بفوز بنتيجه هدفين مقابل هدف على فريق الجونه، فريق اللي بيحتل المركز الخامس ولديه 15 نقطه في جدول الترتيب لكنه لعب سبع مباريات اقل من الفرق اللي في الصداره. محاوله تقدم والتسديده من اللاعبه ماجي محروس، استلمت ماجي، هل هي ماجي ولا ملك؟ نعم ماجي محروس بتصطدم الكره بماجي واستلمت ودخلت وسددت بعد ما كان في ابعاد من قلب دفاع فريق دلفي، لاعبه ضحى مجدي تصطدم بيد اللاعبه وبالتالي في لمسه يد قبل انفراد باسيل محمد حارس مرمى فريق دلفي، لمسه يد لعبت الكره منقوله في الجهه اليسرى خرجت الى رمي التماس لصالح البنك الاهلي من ناحية اليمين، أمينة حمدي لملك عادل، كرة في وسط ملعب دلفي ارتدت على مشارف منطقة الجزاء بالنسبة للبنك الأهلي، نادى عماد الجوكر قلب الدفاع سيب الكرة لحارسة المرمى أسماء محمد محمود تبدأ في الجهة اليسرى، تاكلينج تدخل من مروه سيد احمد تطلع الكره لرمي التماس رايه من اسراء حمود المساعد الثاني لحكم اللقاء زي ما اشارت، وادي انطلاقه حبيبه بكتاش في الجهه اليسرى مصدر ازعاج، اللعب دايما هيكون ناحيه حبيبه بكتاش اكثر اللاعبات ظهورا وحركه ونشاطا، الى ضربه ركنيه لصالح البنك الاهلي، كاميليا شحات على التنفيذ، الشهيرة بكيمو اتلعبت من كيمي وليس كيمو، اتلعبت من كيمي ارتدت خارج منطقة الجزاء تصل لصالح ملك عادل، تلعب الكرة لصالح كاميليا، ادي الميل والترحيل اللي عامله فريق دلفي مع اتجاه الكرة، لحظة نقل الكرة من وسط ملعب لليمين او لليسار، كاميليا الى ملك، اسراء تتدخل تستخلص بمعاونة من ضحى، مرتدة تاني وكرة عالية جميلة خرجت اسيل
روعه من اسيل في الخروج في الانقضاض. يا سلام على ضحى مجدي، استخلاص رائع لعبه خط دفاع فريق دلفي تستخلص. لسه ما زالت المحاوله مستمره، المره دي في اشتراك من رنا عوض واشتراك وتدخل في الاخير من ضحى مجدي، تطلع الكره لخارج ملعب واصبحت رميه تماس لمصلحه فريق البنك الاهلي. من الجهه اليسرى لعبتها كارما سليم، حبيبه بكتاش، والرقابه اللصيقه المفروضه على حبيبه من رحمه يوسف. لكن ورغم قصر قامت حبيبه بكتاش شفنا الفارق في الطول يصب في مصلحه رحمه يوسف، الا ان حبيبه اعتقد بسرعتها ربما تتفوق. نشوف امينه حمدي لعبت الكره تقابلها ضحى مجدي، تمريره عند ندى وليد شرف، حاولت الخروج بالكره من على مشارف منطقه الجزاء، لكن الحصار المستمر بانتشار سليم من لاعبات البنك الاهلي منعين لاعبات فريق دلفي من انهم يستلم الكره باريحيه. حلوه من ندى عماد، الجوكر لعبت الكره في الناحيه اليسرى، هي كارما المتالقه لعبت الكره على الارض جميله، ضحى مجدي التاكلينج والتغطيه من الثنائي رحمه يوسف ويارا سيد حسين، والكره في الاخير تعدي من امام ماجي محروس، حرسوها قبل ما تصل الى ماجي محروس ويحرسوها علشان تنتهي وينهوها الى ركله مرمى. ركله مرمى ادي كابتن محمد المرسي مدير الفني لفريق دلفي بيدي توجيهات الى رحمه يوسف، مدي لها تعليمات وتوجيهات بانها ما تسيبش الطائره النفاثه حبيبه بكتاش من الاختراق. فرح مهدي استلام رائع بالقدم اليمنى مع المراوغه، ممكن 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 التصويبه تتاخر، دخول في توقيت مناسب ممتاز هذا التدخل من امينه صابر، برافو امينه، لان لو تاخرت للحظات كان في حاجه من اتنين ممكن تحصل، يا اما هدف في حال لو فرح سددت على المرمى، او لو اتاخرت ممكن تتسبب في ركله جزاء، لان التاخر كان ممكن يؤدي لعرقله. ادي اهو ادي في الاعاده، المخرج زملاء في التصوير وفي الاخراج والاعاده للكره، لو اتاخرت لحظات كان ممكن يحصل البنك الاهلي على ركله جزاء، لكن تدخل في توقيت رائع ومناسب وبحكمه وحنكه وعقل وعقلانيه تطلع كره من داخل منطقه الجزاء من امام اللاعبه الخطيره فرح مهدي. رمي التماس لصالح دلفي، ارتدت الكره الى رمي التماس ولكن المره دي للبنك الاهلي، ملك عادل تتقدم، اللاعبه اللي بتشغل مركز 10 تلعب تحت راس الحربه مباشره ما بين الجناحين، كره منقوله عند حبيبه بكتاش، لحد دلوقتي حبيبه في مركز الجناح الايسر وفي اليمين الاعتماد على فرح مهدي، رغم انها بتجيد مركز راس الحربه وبتقود الهجوم، وقبل كده اعتمد عليها محمد محسن المدير الفني في اكثر من لقاء كراس حربه صريح، لكن بيستغل برجلها الواسع وخطواتها السريعه فانها تشغل مركز الجناح الايمن، وترك ماجي محروس كلاعب مهاجم صريح، ومن تحت ماجي تاتي اللاعبه ملك عادل. كره من نصيب دلفي ملعوبه في اليمين من كابتن الفريق هال المهدي لمروه سيد احمد، ما قدرتش مروه تحافظ على كورتها وتعدي الى خارج الملعب، ده كانت هند مجدي، هند مجدي و هي اللي كانت عندها الكوره واللي ما قدرتش تحافظ على الكوره وطلعت الى رمي التماس. عموما لحد دلوقتي ومع 17 دقيقه سجال ما بين الفريقين، رغم الفوارق الكبيره ما بين الفريقين، لكن تشعر بان دلفي عنده ثبات وعنده تمركز ولاعبات دلفي لحد هذه اللحظة ومع 17 دقيقة ناجحين في تطبيق الشق الدفاعي على أكمل وجه، وبيطبقوا كلام محمد المرسي المدير الفني بالحرف الواحد. كرة في الجال يسرى،
كارما سليم من البنك الاهلي على الارض مقطوعه من دخول ضحى مجدي. ارتدت من ندى عماد لوسط ملعب داخل دايره المنتصف بتبحث عن الكره حبيبه عمر. استخلاص لحبيبه. حبيبه بكتاش. من حبيبه عمر الى حبيبه بكتاش، من حبيبه الى حبيبه. كمال يا شحاته. في اليمين امينه حمدي. تستلم امينه، محاوله المراوغه والتخلص من ضغط دينا خالد علي. كره بينيه في وسط الملعب مقطوعه تعود مره تانيه لصالح جان اسماعيل من البنك الاهلي، فريق اللي بيبحث عن انتصار سادس له في الدوري، فريق خمس انتصارات حققها تعادلين وخساره واحده فقط في هذا الملعب في الاسبوع الثالث امام مركز شباب الاميريه، والخساره كانت بثلاث اهداف مقابل لا شيء. فريق سجل 19 هدف ودخل مرمى 10 اهداف. فريق الطيران هو فريق اللي بيمتلك اقوى خط دفاع في البطوله، سجل في مرمى 4 اهداف، لكن الاقوى في الهجوم هو الجونه. سجل 37 هدف في 7 مباريات فقط لعبها فريق الجونه، الفريق اللي بيحتل المركز الخامس واللي عنده لقاء في نفس توقيت هذه المباراه في اطار لقاءات هذه الجوله، الجوله العاشره، بيستضيف فريق كفر سعد. الصوره كانت على اسماء محمد محمود حارس مرمى البنك الاهلي اللي لم تختبر لحد دلوقتي مع اقترابنا من 19 دقيقه من احداث في الشوط الاول للقاء. رمي التماس مجددا للبنك الاهلي، كارما سليم على تنفيذ رمية التماس. جوار الرئة الركنية تلعبها لملك عادل، تستلم تحت ضغط موجود من هندي مجدي، حاولت ترسال كرة إلى داخل منطقة الجزاء، لكن كالعادة ومنذ بداية المباراة والشوط الأول التمركز الدفاعي، الثبات، الزيادة العددية اللي عاملها خط دفاع فريق دلفي لحد دلوقتي ناجحين في إنهم يحرموا لاعبات البنك الاهلي من الدخول الى منطقة الجزاء على عكس ما كان بيحصل في اللقاءات الماضية. جان اسماعيل تستلم تلعب لكاميليا. كيمي محاولة مرور لكن امامها مروة سيد احمد في وسط ملعب، تستخلص وتنقل الكرة لقدام. يعني ابرز العيوب اللي بتظهر على اداء دلفي لحد دلوقتي لحظة استخلاص الكرة، ما بيقدروش يتصرفوا فيها، ما بيكملوش الهجمة، ما بيحاولوش يعملوا 3-4 لمسات يصنعوا جملة يصلوا بها إلى مرمى فريق البنك الأهلي. أدي مدير الفني محمد محسن بعانه بسكال ومعاونة ناجحة دائما وأبدا من خلال يعني متابعتنا لنتائج الفريق في الثمان مباريات السابقة. هم 9 مباريات من المفترض، لكن بعد انسحاب مركز شباب القلعة من بطولة الدوري الممتاز النسائي لهذا الموسم 2020-2021 تم إلغاء نتائج مركز شباب القلعة مع كل الفرق اللي لعب معها في الجولات الماضية. ماجي محروس هتلعب الكرة في اليمين، أمينة حمدي تتقدم أمينة، ومن أمام أمينة المتألقة صخرة دفاع دلفي ضحى مجدي رقم 12. ادي الصورة على ضحى متألقة، علشان كده المخرج مركز على نجمات اللاعبات اللي برزنا حتى الآن. وادي محاولة من بكتاش إلى ماجي محروس، تتقطع الكرة توصل عندي كارما، استلمت هتسدد ولا إيه؟ تصويبة حلوة جميلة من كارما، المتابعة متأخرة من فرح مهدي وأسيل محمد على مرتين، تمسك كرة كانت من على مسافة تقريبا 22 متر من مرمى فريق دلفي. ملك عادل في اليمين، أمينة حمدي هل ممكن تحصلها؟ قوية على أمينة حمدي، طلعت لخارج الملعب، رمي التماس، أدي التسديدة، سلاح مهم جدا، على طول هيأت الكرة لنفسها وسددت بالقدم اليمنى، لكن على مرتين أسيل محمد زي ما شفنا في لقطة الإعادة تمكنت من اللحاق بالكرة قبل ما تحصلها فرح مهدي المهاجم والجناح
لاعبه اللي بتجيد اللعب في اكثر من مكان، وده ما يميز البنك الاهلي، عنده عدد كبير من اللاعبات ولديه وفره من اللاعبات اللي ممكن يؤدوا كل المهام وكل الوظائف في اكثر من مكان. محمد محسن يمتلك هذه الميزه ويمتلك العناصر اللي ممكن تلبي طلباته ورغباته في كل اللقاءات. رمي التماس، استخلاص من حبيبة متحركة جت من ناحية الشمال الى اليمين، ملك عادل اللي بتلعب تحت رأس الحربة مباشرة راحت في اليمين. ادي من يتابعنا هذا اللقاء من الحضور النسوي وحضور الفتيات يحضرنا ويتابعنا من مدرجات ملعب بالم هيلز احداث هذا اللقاء اللي على ما يبدو انه سيكون لقاء شيق وممتع لمن يلتحق بنا ومن يتابعنا. ومع مرور منتصف احداث الشوط الاول، مع مرور 23 دقيقة والنتيجة لا تزال حتى الان التعادل بدون اهداف ما بين الفريقين، صفارة حكم المباراة يوسف صالح، خطأ لصالح، أمينة صابر من تدخل ماجي محروس، دخول على القدم اليمنى، استخلاص من وسط الملعب، حكم المباراة قريب صفر ويعلن عن خطأ لصالح فريق دلفي. في نفس التوقيت زي ما قلت لحضراتكم الجونة يواجه كفر سعد، مركز شباب الأميرية مع الطيران، وادي دجله مع مركز شباب اجا مع صيد المحله، المعادي واليخت مع مركز شباب البرجايه، والترام مع الهرم، بينما وادي دجله فهو باي في هذه الجوله. كان من المفترض ان يواجه مركز شباب القلعه فريق اللي انسحب من البطوله المكونه من 14 فريق ليصبح لدينا 13 فريق في هذه البطوله في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية المصرية. وبالمناسبة وثالث فريق ينسحب من بطولة الدوري، لكن ليس فقط على مستوى الدوري الممتاز، في انسحاب لفريقي مركز شباب بشتيل، مركز شباب بشتيل كان ينسحب، والمصري القاهري ايضا انسحب، والفريقين بيلعبها ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية للكرة النسائية. ومع انسحاب مركز شباب القلعه من الدوري الممتاز يبقى لدينا ثلاث فرق سحبت من بطولتي الدوري الممتاز والدرجه الثانيه. فرح المهدي تتقدم في الشمال، طلقت، عملت سبرنت سباق ما بينها وبين لاعبه دلفي، تطول الكره تطلع لرمي التماس، يارا سيد حسين تلعب رمية التماس برأسية، تردها كرمس سليم عند ماجي محروس، ولكن في لمسة يد على ماجي محروس في اللعبة اللي فاتت. بدأ الهدوء يسيطر على أجواء الشوط الأول. أدي لمسة اليد، كرة جت في يد اللاعبة فرح مهدي اللي كانت بتتابع الكرة اللي ارتدت من زميلتها ماجي محروس. ضغط من ملك عادل، ضغط في كل أرجاء الملعب، يعني لحد هذه اللحظة لاعبات البنك الأهلي في حالة نجاح دائم ومستمر من خلال الانتشار الجيد، وده اللي خلاهم دايما عندهم القدرة على الوصول للكرة الثانية، يعني الكرة الثانية دائما ما تكون من نصيب لاعبات البنك الاهلي. ادي كاميليا شحاته بتلعب الكره في ناحيه اليمين لحبيبه بكتاش داخل منطقه الجزاء، بينيه اماميه قويه توصل سهله الى احضان حارسه المرمى اسيل محمد. اسيل اماميه من اسيل قويه تعدي لوسط ملعب بنك الاهلي، مرتده من حبيبه عمر، هاله المهدي براسيه ترتد تاني
راحت في اليمين حبيبة بكتاش بعد ما بدأت كمركز جناح أيسر، حصل في تبادل في الأدوار. فرح مهدي راحت في الجهة اليسرى وحبيبة جت في الجهة اليمنى، وتبقى كاماليا شحاتة مع جانا إسماعيل في دايرة الارتكاز في محور الوسط الدفاعي. رمي التماس جانا إسماعيل من أمام هالة المهدي، تطلع الكرة لرمي التماس، واضح أنها عنصر من عناصر الخبرة اللي بيعول عليها محمد المرسي المدير الفني لفريق ديلفي، الفريق اللي بيبحث عن انتصار أول له في هذه المسابقة في هذه البطولة بعد ما كان فاز على مركز شباب القلعة. لكن فريق مركز شباب القلعة لما انسحب لسوء حظ فريق ديلفي أصبح رصيده خالي من الانتصارات ولكن مليء بالهزائم، 7 هزائم بداية من خسارة في بداية المشوار من برجاية بهدفين لهدف، ثم خسارة من صيد المحلة بهدفين مقابل لا شيء، من الطيران بثمانية نظيفة، من كفر سعد 3-2، ومن الهرم بخماسية، ومن الترام بهدفين لهدف، وآخر لقاءاته خسر بثمان أهداف مقابل هدف أمام فريق الجونة. عنده لقاء مؤجل من الأسبوع الخامس مع المعادي واليخت. كرة منقولة عند فرح مهدي أقصى اليسار، طلعت إلى رمي التماس. زي ما قرأنا سيناريو وحوار الشوط الأول خلال 29 دقيقة اللي انقضت ومرت حتى الآن، بأن حصل تبادل في الأدوار وفي المراكز. في اليمين تتواجد حبيبة بكتاش، وفي اليسار أصبحت هناك فرح مهدي بتعليمات من محمد محسن. نشوف، يمكن حبيبة وجدت صعوبة في التغلب على رحمة يوسف وعلى يارا سيد حسين لقصر قامة حبيبة، فبيفكر محمد محسن انه يخترق هذه الجبهة عن طريق لعبة اقوى، لعبة ربما يعني يكون لديها نفوذ ولديها سيطرة على الكرة اكتر عند استلام الكرة في مركز الجناح الايسر وهي فرح مهدي. نتابع الحوار ونشوف هيصل بنا الى اي نتيجة. تقدم من هالة المهدي في اليمين، طولة الكرة وتغطية ندى عماد، تحجز على الكرة اللي طلعت لركلة مرمى، وبسرعة أسماء محمد محمود الحارس المرمى الأساسي، حارس البديل في لقاء اليوم أمين الحموي. كرة اتلعبت إلى كيمي، تعيد الكرة في الخلف، حبيبة عمر تستلم وتتحرك بالكرة في الجهة اليسرى، عدت ناحية كارما، كارما لماجي محروس، محاولة الاستلام بين اتنين ما بين ضحى مجدي ويارا سيد حسين، سقوط على أرض الملعب لماجي محروس، وفاول يحسبه حكم اللقاء القريب من اللعبة يوسف صالح اللي يشير للجهاز الطبي. هل في نزول للجهاز الطبي ولا هتقوم ماجي محروس وتكمل اللقاء بعد ما تلقت تدخل واصطدام من قلب دفاع فريق ديلفي من دخول يارا سيد حسين في الكرة اللي فاتت. فاول لصالح فريق البنك الاهلي من مسافة بعيدة، حائط مكون من 3 لاعبات، كيمي على التنفيذ، لكن زي ما سامعين الجهاز الفني بيقول لا ما تسدديش على المرمى. خطيرة الكرة من ضحى مجدي، تطلع الكرة إلى ركلة ركنية كادت أن تسجل في مرمى أسيل محمد عن طريق الخطأ. كرة اتلعبت من كاميليا شحاتة، كان الجهاز الفني بيقول لكيمي لا ما تسدديش على المرمى، لعبيها عالية داخل منطقة الجزاء على رأس إحدى اللاعبات أو قدم إحدى اللاعبات للترجمة في الشباك، طلعت الكرة إلى ركلة ركنية. كيمي على تنفيذ الركنية ملعوبة على القائم الأول، اشتراك من ماجي محروس، تدخل من الدفاع وإلى الركنية الثانية على التوالي، ركلة ركنية الثانية على التوالي من تدخل دينا خالد، من تدخل أمينة صابر عفوا رقم 17 في التحام في اشتراك مع ماجي محروس، طلعت الكرة لي الركنية الثانية على التوالي. تعليمات من أسيل، توجيهات لزميلتها داخل منطقة الجزاء. المرة دي اتلعبت قصيرة الأرض، المرة دي الكورنر القصير، شورت كورنر
الركنية اتلعبت على الأرض في محاولة الخداع. الركنية رابعة. هالة المهدي تصطدم بيها، حاولت تستلم الكرة وتبعدها من داخل منطقة الجزاء، طلعت إلى الركنية الثالثة، ركنية رابعة، ومن على يسار أسيل محمد. الكل يترقب، الكل ينتظر التعليمات من الخارج من الجانبين. قوية المرة دي بنفس المستوى على الأرض اتلعبت، المرة دي كانت قوية بتقابلها هالة المهدي. اشتراك من حبيب عمر اللي كانت متقدمة على حدود منطقة الجزاء، طلعت الكرة إلى خارج الملعب. لكن قبل ما تغادر ملعب اللقاء كان في تدخل عفوا لملك عادل، ما كانتش حبيبة عمر، ملك هي اللي عملت عرقلة لهالة المهدي وحصول هالة على خطأ من تدخل لملك عادل. بدون أهداف في لقاء متكافئ المستوى، وإن كانت السيطرة والامتلاك على الكرة بالنسبة للاعبات البنك الأهلي أكثر من لاعبات دلفي، إلا أن العبرة بالخواتيم. أسماء محمد محمود خرجت من مرماها، مسكت كرة كانت ملعوبة على حدود منطقة الجزاء، تغطية خلف الدفاع، خلف الثنائي دينا، خلف الثنائي ندى عماد وحبيب عمر، ومسكت الكرة وبدأت في الشمال لكن طلعت إلى رامي التماس. رامي التماس كارما سليم ملك ماجي محروس، كرة خطيرة، ماجي ارتدت تاني لملك عادل، استنت انتظرت لو كانت سددت مباشرة، لكن حبت توسع لنفسها وتدي براح كده لقدم اليمنى علشان تمرجح القدم وتسدد. في اللحظة دي كانت خلاص دفاع انقض، وضحى مجدي ما هنتهاش على فرصة الاستلام. أمينة حمدي، يا سلام يا أمينة، جميلة لوسط الملعب. جانا اسماعيل عند كيمي، تتقدم كيمي، هتسدد سددت كيمي، لكن التصويبة بتعدي، تسديدة حلوة من كيمي كاميليا شحاتة، التسديدة تمر بمحاذاة القائم الأيمن وتنتهي عند ركلة مرمى، ومع محاولة أسيل محمد للتصدي. أيضا أسيل ادت شكل للتصويبة وادت منظر، وبالمرة بتمرن نفسها بالتأكيد يعني على تصديات لمحاولات قادمة في الطريق من قبل لاعبات البنك الأهلي. ركلة مرمى تتلعب، استلام من رنا عوض، ترجع لرحمة يوسف، تتقدم رحمة، يا سلام على رحمة، رحمة تلعب الكرة لكن بعيدة يا رحمة، طلقت وتقدمت وقطعت مشوار من نص ملعب دلفي إلى نص ملعب فريق بنك الأهلي. أدي رحمة يوسف اللي على الصورة مكلفة برقابة فرح مهدي بعد ما استطاعت ونجحت في القضاء على خطورة حبيبة بكتاش بعد ما بدأت في مركز الجناح الأيسر. ماجي محروس وتدخل على ماجي من يارا سيد حسين، صفارة حكم اللقاء يوسف صالح، والفاول للبنك الأهلي. تغطية بضربة رأس من مروة سيد أحمد، تطلع كرة لرمي التماس، للبنك الأهلي. فرح مهدي استلمت قبل رحمة يوسف، تعدي في الشمال، لسه تفوقت، عدت لكن ضحى، حاطين اتنين في ناحية اليمين لإغلاق هذه الجبهة اليسرى النشطة. يا سلام على ندى عماد، الجوكر تتألق، حبيبة بكتاش حدش ضغط عليها، حبيبة بتعدي من الناحية اللي من المفترض ان يكون هناك تواجد لدينا خالد علي، عدت لكن دينا تأخرت في ضغط على حبيبة، بعد كده أبعدوها إلى رامي التماس، توصل لجانا، جانا الحركة، السرعة في التمرير. لو البنك الأهلي قدروا يسرعوا من إيقاع اللعب وقدروا يلعبوا من اللمسة الأولى، أعتقد هيقترب فريق البنك الأهلي
لاعبات البنك الاهلي قد يقتربن من هز شباك اسيل محمد في حال لو لعبوا الكره بسرعه و من اللمسه الاولى. ادي اللمسه الاولى، كارما تتقدم، حطت كره جميله لملك، ملك وزياده العدديه، تسديده بعيده لاول مره يكون في اربع خمس لاعبات من فريق البنك الاهلي يتواجدنا داخل منطقه الجزاء. ادي التواجد، ادي بعد ما عدت ملك، كنترول جيد على الكوره، دخول ايضا ممتاز من يارا السيد حسين في وضع القدم وابعاد من امام ملك، اتاخرت وصلت الى جنى، وجنى والتصويبه علت فوق عرضه المرمى، والحارسه اسيل محمد والى ركله مرمى. تعود الكره تاني، امين الصابر، استلام في وسط ملعب دلفي، صفارة الحكم والخطأ موجود، ثلاث لاعبات أمامنا على الصورة. يستعد محمد محسن للدفع أعتقد مع الشوط الثاني، ربما يجري تبديلاته استعداد زي ما شفنا هنا سليمان وملك شوكت وتمارة بلغيط، أنا سليمان وتمارة بلغيط، ثنائي من أهم الركائز الأساسية والعناصر اللي دائما ما تشكل القوام الرئيسي للفريق، لفريق البنك الاهلي. ملك شوكت بتشارك على فترات، لكن واضح ان في تعليمات كده من محمد محسن بان ربما يكون في تبديل، هو شعر بان في خلل وان عمليه التسجيل تاخرت. هز الشباك، طال انتظار واشتياق لهز الشباك، علشان كده هيحضر لتبديلات قادمة في الطريق. كرة منقولة في اليمين لصالح فريق دلفي، تطول وتطلع لرمي التماس من نصيب البنك الاهلي. ملك عادل قصيرة، تتقطع من تدخل هالة المهدي، اكتر لاعبة ظهرت هي وضحى مجدي وايضا رحمة يوسف، مرة دي في تقدم وتدخل ندى وليد شرف، بتلعب الكرة ندى للأمام لرنا عوض جنب الراية الركنية، ندى عماد لعبت كرة على الأرض وسلمتها جميلة، أدي التحرك بالكرة من الخلف للأمام من لاعبات البنك الأهلي بسلاسة بكل سهولة بتقارب الخطوط بالانتشار الجيد، استلام رائع من ملك عادل في اليمين، أمينة حمدي تحاول المرور والهروب من رقابة هند مجدي، لكن هند تحط القدم في توقيت مناسب وطلع الكرة إلى رمي التماس. استلام المرة دي من ندى وليد، استخلاص حبيبة، حكم اللقاء كل شيء ممكن في حال لو ادى الادفانتج ومبدأ اتاحة الفرصة للاعبة أمينة حمدي، لكن رجع وصفر بعد ما وجد ان الكرة اصبحت مشتركة ما بين أمينة. أدي عرقلة من دخول أمينة صابر على حبيبة بكتاش، تعطيل الهجمة، رقابة على كيمي كمال شحاتة من قبل دينا خالد علي، فاول على التنفيذ. جانا اسماعيل تلعب الكرة وتعدي لفرح، متابعة ماجي، لسه الكرة مشتركة داخل منطقة الجزاء، تطالب باحتساب ركل الجزاء، تطالب بأن هناك لمسة يد. هل المادي تستخلص في الجهة اليسرى منقولة عند زميلتها هند مجدي، ترجع لرمي التماس في سقوط لإحدى اللاعبات على أرض ملعب، يبدو لي يارا سيد حسين، ولا هنشوف مين على أرض الملعب تعرض لسقوط. أمينة صابر هي اللي تعرضت لسقوط على أرض الملعب من كرة مشتركة، دخول فرح مهدي، حاولت تستلم الكرة وتلعبها خلفية مزدوجة باكورد، لكن لحظة ما كانت عايزة تلعب الكرة الخلفية المزدوجة اشتركت معها أمينة صابر، هذا الاشتراك أدى إلى سقوط أمينة صابر على أرض ملعب. فريق منظم دفاعيا
لكن ما يعيب هذا الفريق اللي بتكلم عنه هو فريق دلفي عدم القدرة على التحرك بالكرة من الخلف للأمام، وعدم قدرتهم على الوصول إلى مرمى أسماء محمد محمود، وتشكيل وتكوين هجمة منظمة يهددوا بها مرمى فريق البنك الأهلي، الفريق الأكثر امتلاكا للكرة والمتواجد أغلب فترات اللعب في الشوط الأول في وسط ملعب فريق دلفي، متواجد ووصل وهدد مرمى أسيل، ولكن تهديد غير حقيقي. شفنا محاولة كيمي من كرة متحركة، شفنا محاولة أيضا كانت من ملك عادل من تصويبة، لكن تصدت لها أسيل محمد على مرتين، وعدة محاولات وإن كانت محاولات خجولة يقال عنها أنها محاولات جاءت على استحياء من لاعبات البنك الأهلي اللي لم يظهرنا بالمستوى اللي ظهروا به من قبل في اللقاءات السابقة. خطأ لهلال المهدي من فريق دلفي، تلعب كرة أمامية على قوس منطقة الجزاء، اشتراك من مروى السيد أحمد، أصبحت مرتدة، المساحات اللي بيبحث عنها المدير الفني محمد محسن لتحرك حبيبة، تعدي حبيبة، عدت حبيبة من ندى وليد، لكن ضحى مجدي كالعادة في مطاردة مستمرة وفي رقابة لصيقة لحبيبة، أينما كانت حبيبة تجد ضحى مجدي جوار حبيبة، لها بالمرصاد، عدت جنى اسماعيل، كمال يا شحاتة، نقل الكرة بشكل جميل عند فرح، استلمت، محاولة تحضير لكارما، تأخرت في عملية الربط والتعاون، رجعت إلى كاماليا، دقيقة 44، متابعينا في كل مكان، حبيبة، حبيبة يا بكتاش، مش ممكن حبيبة بكتاش، هربت من رقابة مدافعات دلفي من تمريرة كاماليا شحاتة الجميلة، تعدي من ندى وليد شرف وتصل إلى حبيبة بكتاش، وهدية فرطت في هذه الهدية الثمينة حبيبة اللي كانت من المرمى قريبة، حبيبة كانت من المرمى قريبة، ولكن أسيل محمد انقضت وخرجت ومنعت حبيبة من التسجيل. دقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول للقاء، ولا يزال التعادل حتى الآن أعزائي المتابعين والمشاهدين ولكل المتابعات لأحداث هذا اللقاء، التعادل يفرض نفسه على أحداث الشوط الأول اللي اقترب من النهاية. كرة مسددة على مرمى أسماء محمد محمود، على مرتين تمسك الكرة، اشتركت معها هند مجدي، تلعب في اليمين عند أمينة حمدي، هنشوف الوقت البدل ضائع اللي هيحتسبه حكم اللقاء يوسف صالح، محمد محسن وبسرعة يدي الكرة لأمينة لتنفيذ رمية التماس، 31 سنة محمد محسن المدير الفني واللي كان لعب في الزمالك من قبل في مرحلة الناشئين، هذه راية من المساعد الأول كريم قاسم، المتابعة لأحداث هذا اللقاء من المتابعات لأجواء هذا اللقاء الممتعة، ولكن ما ينقص هذا اللقاء هدف، ما ينقص هذا اللقاء كرة في الشباك حتى تتغير النتيجة وحتى تعلو طموحات وتتغير الحوافز والرغبات عند لاعبات دلفي ولاعبات البنك الأهلي. رمي التماس اتلعبت، جانا اسماعيل تلعب كرة عالية بالونية، أسيل أقرب، أسيل أقرب، أسيل، وقعت الكرة من أسيل تطلع إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية، ركلة ركنية لصالح البنك الأهلي. ضحى مجدي، رحمة يوسف المزعجة الطائرة النفاثة المشاكسة دائما، حبيبة بكتاش اشتركت ودخلت وسط غابة من المدافعين ومن
دخول أسيل محمد وسط ثلاث لاعبات دخلت حبيبة بكتاش. في النهاية كرة عدت وتحولت إلى ركلة ركنية. متابعة عن قرب لأحداث هذا اللقاء من كل الحضور في مدرجات الملعب، ملعب بالم هيلزوا. الركنية تترجم إلى هدف، والهدف يأتي عن طريق ندى عماد. الجوكر الجوكر تنجح وتسجل وتضع هدف، وبضربة رأس في مرمى أسيل محمد. أخطأت في تقدير الكرة جوكر فريق البنك الأهلي من عرضية جانا اسماعيل، من ركنية لعبت من على يسار أسيل، خرجت وأخطأت في متابعة وإبعاد هذه المحاولة، تصل عند ندى عماد. إذن الجوكر تتحدث نيابة عن فرح مهدي وحبيبة بكتاش وملك عادل، وتتحدث باسم لاعبات البنك الأهلي، وتسجل هدف مع اللحظات الأخيرة من عمر وأحداث الشوط الأول، بل مع الوقت البدل ضائع ومع الدقيقة الثانية من الوقت البدل ضائع تحديدا، بعد ما كان حكم اللقاء يوسف صالح أعلن عن ثلاث دقائق وقت بدل ضائع. شوط أول ينتهي في هذه اللحظات، والبنك الأهلي في اللحظات الأخيرة يتقدم على لاعبات فريق دلفي بهدف واحد دون مقابل. إذن مع استراحة قصيرة ثم لنا عودة لمتابعة الشوط الثاني، لكم تحيات الزملاء في فريق العمل ولكم خالص تحياتي. وإما كان متابعينا أينما كنتم أينما تواجدتم، من جديد نحييكم عبر قنوات ون تايم سبورتس ومن ملعب بالم هيلز، ملعب لقاء البنك الأهلي مع دلفي في إطار لقاءات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية موسم 2020-2021. الشوط الأول كان شوط رائع وجيد من الفريقين، وإن كان الحذر دفاعيا من جانب لاعبات دلفي، إلا أن اللاعبة اللي أمامنا على الصورة لاعبة ندى عماد استطاعت أن تنهي الشوط الأول لصالح فريق البنك الأهلي بهدف واحد مقابل لا شيء، بعد ما ترجمت الكرة العرضية من ركلة ركنية وبضربة رأس في شباك أسيل محمد حارس مرمى فريق دلفي إلى هدف أول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع. لحظات وتبدأ أحداث الشوط الثاني لهذه المباراة، المباراة اللي بيديرها تحكيميا يوسف صالح، يعاون في هذا اللقاء كريم قاسم مساعد أول، والمساعد الثاني هي إسراء حمودة. على الصورة جنى إسماعيل وجوار جنى، تتواجد على الصورة أمامنا لاعبة رقم 8 كارما سليم اللي بتلعب في مركز الظهير الأيسر في هذا اللقاء، وحارس المرمى اسمها محمد محمود. تجتمع باللاعبات للتعليمات اللي بالتأكيد يعني نقلت لها من قبل المدير الفني كابتن محمد محسن. وفي الجانب الآخر تظهر على الصورة فرح يوسف لاعبة رقم 7 لاعبة مركز الظهير الأيمن، وهال المهدي في محور الارتكاز. تعليمات من محمد المرسي المدير الفني ليارا سيد حسين، وكذلك لمروة أمامنا سيد أحمد اللي على الصورة لاعبة رقم 23. شوط ثاني ستبدأ أحداثه بعد قليل هنا في ملعب بالم هيلز، ملعب المباراة، الملعب المخصص لفريق البنك الأهلي في هذه البطولة في هذا الموسم. الفريق اللي بيحتل المركز الرابع ب 17 نقطة في الصدارة، وادي دجلة لديه 22 نقطة من 8 مباريات ب7 انتصارات وتعادل واحد. الفريق الذي لم يخسر حتى الآن في البطولة هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة في الصدارة. وادي دجلة 22 نقطة، في المركز الثاني الطيران ب 19 نقطة، يأتي في المركز الثالث فريق الأمرية ولديه 18 نقطة، ثم البنك الأهلي واللي لديه 17 نقطة يحتل بهم المركز الرابع. الجون الخامس ب 15 نقطة، الترام هو السادس 12 نقطة، الهرم في المركز السابع لديه 11 نقطة، كفر السعد الثامن ب 10 نقاط، وبنفس الرصيد صيد المحلة جاء في المركز التاسع، ثم المركز العاشر للمعادي واليختي ب9 نقاط، المركز الحادي عشر مركز شباب البرجاية ب6 نقاط، وفي المركزين الأخيرين في جدول الترتيب دلفي ليس لديه رصيد من النقاط، ومركز شباب أجا في المركز الأخير أيضا ليس لديه رصيد من النقاط.
حكام هذه المباراة. صبحي يوسف صالح حكم هذه المباراة، ومعه كريم قاسم وإسراء حمودة. ولحظات وتبدأ أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة. لعل يأتي يوما ونجد هذه الفتاة الصغيرة لاعبة كبيرة على غرار نجمات سابقات في الكرة المصرية. تألقنا على المستوى المحلي وتألقنا في الخارج، وبالتأكيد لدينا سارة عصام اللاعبة المتألقة في صفوف فريق ستوك سيتي الإنجليزي، لاعبة التي نجحت في عالم الاحتراف وخاضت تجربة احترافية مع فريق ستوك سيتي للكرة النسائية بعد رحيلها عن نادي وادي دجلة في موسم 2017. وفي ستوك سيتي تحقق نجاحات مستمرة ومتتالية لتصبح أول لاعبة مصرية وعربية تحترف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بل وحققت النجاح في مشوارها لتكون واحدة من أفضل لاعبات الفريق. بداية الشوط الثاني أيها الأحبة في كل مكان من ملعب بالم هيلز. دلفي أصحاب اللون الأزرق السماوي في مواجهة البنك الأهلي أصحاب اللون الأسود. البنك على يمين ملعب المباراة، بينما على يسار الملعب يتواجد دلفي، ومحاولة عند حبيبة بكتاش تلعب إلى ملك، منها إلى ماجي محروس. حكم اللقاء قريب يا كل شيء من تدخل دفاعي ومن إبعاد عن طريق أمين صابر. تسديد على مرمى أسيل، تمسك الكرة على مرتين ومتابعة ماجي محروس للكرة، لكن أسيل هي الأقرب. الشوط الثاني بنفس التشكيلة يدخل فريق البنك الأهلي، أسماء محمد محمود في حراسة المرمى، في الدفاع أمينة حمدي، حبيبة عمر، ندى عماد، و كارما سليم في وسط الملعب، كاميليا شحاتة وجنى إسماعيل في وسط الملعب الهجومي الثلاثي المكون من حبيبة بكتاش، ملك عادل، وفرح مهدي، وفي المقدمة رأس الحربة الصريح ماجي محروس. استخلاص من أمام هلال مهدي من دخول ملك عادل، كرة منقولة في الجهة اليسرى لكن خرجت. أدي التسديدة من كمال يشحاتة ومتابعة ماجي محروس لكرة يعني كادت أن ترتد، ولكن أسيل محمد على مرتين تمكنت من إلقاء قبضتها على الكرة اللي كانت تتابعها اللاعبة ماجي محروس. كرة ملعوبة في الأمام من لاعبات فريق دلفي، فريق اللي بيدخل الشوط الثاني بنفس التشكيلة اللي بدأ بها المدير الفني محمد المرسي، بأسيل محمد، هند مجدي، دينا خالد علي، رنا عوض، مروة سيد أحمد، هان المهدي، أمينة صابر، رحمة يوسف، ضحى مجدي، والثنائي ندى وليد شرف ويارا السيد حسين. لمسة يد وعلى التنفيذ من عند دايرة المنتصف، هلا المهدي، هلا تلعب الكرة العالية عند رنا عوض، طلعت الكرة لخارج الملعب، رمي التماس أمامنا رنا عوض، والتدخل من دفاع البنك الأهلي، بعاد الكرة إلى رمي التماس على التنفيذ، يارا السيد حسين، يارا تلعبها قوية داخل منطقة الجزاء، ندى عماد الجوكر بضربة رأس، تبعد الكرة ترجع تاني، لسه وما زالت المحاولة قائمة عند ملك عادل اللي يطلع الكرة خارج أرض الملعب للإطمئنان على سلامة هالة المهدي. على مقاعد البدلاء لفريق دلفي في هذه المباراة أميرة مصطفى محروس الحارس البديل، بسملة محمود جابر، سمر عاطف، فرحة أحمد سيد، نور وليد شرف، منار يوسف، سارة علاء. طبعا الجهاز الفني مكون من محمد المرسي مدير فني، مدرب عام حسام جابر، إداري عبد الله أحمد، طبيب الفريق
دكتور برديس خالد، دكتورة برديس خالد تطمئن على سلامة هالة المهدي. بعد ما تعرضت للسقوط على أرض ملعب دكتور برديس خالد مع اللاعبة هالة المهدي والاطمئنان على سلامة هالة قائد الفريق قائد فريق دلفي. رمي التماس كارما سليم ماجي محروس ماجي تعيد الكرة للخلف بتشترك هندي مجدي حاولت استخلاص شوف الضغط على كيمي يا سلام على كيمي يالله ملك عادل تعدي تلعب الكرة لحبيبة بكتاش حاولت تحرك عرضي على حدود منطقة الجزاء مين على طول ضغطوا على حبيبة اثنين مكلفين برقابة حبيبة بمجرد ما تعدي من لاعبة تجد اللاعبة الأخرى بالكفرنج بالتغطية فرح مهدي تحاول في ناحية اليمين وفي اليسار جاءت من جديد حبيبة بكتاش وتبقى دائما وأبدا ملك عادل تلعب تحت رأس الحربة الصريح لاعبة ماجي محروس رمي التماس عاد محمد محسن إلى الطريقة وإلى نفس الشكل والتمركز للاعبات اللي بدأ بهم أحداث اللقاء فرح مهدي الله على المهارة مهارة الجسد مهارة جسدية عملت خداع إنها هتروح في الشمال اتجهت بالكرة في اليمين كرة أصبحت من نصيب كارما سليم كارما تلعب الكرة من أمام أمينة صابر لكيمي كيمي تحط الكرة البينية لفرح مهدي فرح وندى من يتفوق على من كرة طالت على فرح طلعت إلى خارج ملعب لركلة مرمى لمصلحة فريق دلفي فريق البنك الأهلي عنده على مقاعد البدلاء أمينة الحموي حارس البديل أمينة يحيى هنا أبو جبل هنا سليمان حبيبة أحمد تمارا بلغيط ملك شوكت وصوفيا ماجد طبعا الجهاز الفني مكون من محمد محسن كمدير فني يعاونه الفرنسي باسكال وكذلك يعاونه زياد الليثي ملعوبة الكرة داخل منطقة الجزاء عند الحارس أسيل محمد بداية هادئة لأحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء اللي بيجمع الفريقين ضمن لقاءات الأسبوع العاشر لمنافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية موسم 2020-2021 أسماء محمد محمود حارس مرمى البنك الأهلي لم تختبر أسماء تلعب الكرة لقدام في اليمين فرح مهدي فرح وتقدم تتفوق على ندى وليد طلقت تلعب العرضية ممكن لكن برافو ندى وليد شرف تحط القدم اليمنى في توقيت مناسب وطلع الكرة لخارج أرض الملعب ركلة ركنية ركلة ركنية تبديلات فريق ديلفي بيستعد اللعبة رقم 21 صار على مكان مروة سيد أحمد في الدقيقة 53 تخرج مروة تدخل بدلا من مروة لاعبة رقم 21 صار علاء الامامنا على الصورة هذه الكرة الركنية اتلعبت الى داخل منطقة الجزاء ما زالت مستمر اسماء محمد محمود تلعب لوسط ملعب دلفي في الجهة اليسرى تقدم كارما 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 من امام كارما رحمة يوسف تطلع الكرة لرمي التماس على التنفيذ كارما بتبحث عن ملك عادل على قوس منطقة الجزاء المتابعة من جنى ومن امام جنى تغطية دنا من امام جنى دينا خالد تطلع الكرة لرمي التماس الثلاث تبديلات للثلاث لاعبات ايوه
شفناهم في الشوط الاول اثناء ما كانوا بيجروا عمليات الاحماء والتسخين استعدادا للنزول اللي كان بيفكر في الدفع بهم المدير الفني محمد محسن. هنا سليمان وملك شوكت، هنشوف مين بيستعد للدخول الان. رقم 5 هنا سليمان، ملك شوكت رقم 21، وتمارا بلغيط رقم 17 بتدخل. ملك عادل خرجت، ملك نتابع اللقاء. كرة بتتلعب، توصل سهلة عند أسيل حارس مرمى دلفي. شوط تاني لسه لم يرتقي فيه المستوى بعد للشكل اللي كان رائع في الشوط الأول من اللقاء. خرجت ملك عادل وجنى إسماعيل وكارما سليم، هذا الثلاثي غادر ملعب المباراة ودخل بدلا من ملك وجنى وكارما هنا وملك وتمارا. ادي امامنا الثلاثي اللي كان في الملعب، كارما اللي قدامنا دي من ناحيتنا اللي على الصورة، ظهير الايسر رقم 8، مجهود كبير بذل في الشوط الاول لهذا الثلاثي. كارما في مركز الظهير الايسر، جانا اسماعيل في وسط الملعب، وملك عادل اللي بتلعب تحت رأس الحربة مباشرة كصانع لعب يعول عليه المدير الفني محمد محسن. رمي التماس لفريق دلفي اللي بيبحث عن التعادل وعنده أمل وعنده فرصة في أن يحقق التعادل طالما النتيجة لم تتسع، طالما الفارق هدف ولم يعمق من جراح دلفي لاعبات البنك الأهلي. رمي التماس، أدور أمينة حمدي وسط الملعب، كاملة شحاتة، كرة على الأرض، ملك شوكت، تمارا بلغيط الظهير الايسر لاعبة منتخبنا الوطني للانسات تحت 20 سنة، رقابة لصيقة. رحمة يوسف على حبيبة بكتاش، ادي في الاعادة، كرة اتلعبت، مطاردة مستمرة في كل ارجاء الملعب، في كل ارجاء الملعب من دخول فرح مهدي في اليمين وعودة حبيبة بكتاش الى جهة اليسار، الا ان رحمة يوسف لم ترحم حبيبة بكتاش من المطاردة. كرة ثابتة، تمارا بلغيط تلعب الكرة الثابتة، هالة المهدي تطلع مباشرة الى خارج ارض الملعب. رمي التماس، تبديل يوسف صالح حكم اللقاء، ادي قدامنا مع كريم قاسم، تترك الملعب اللاعبة رقم 24 هند مجدي من فريق دلفي. ثاني التبديلات بعد ما كان اشرك سارة علاء مكان مروة سيد احمد، المدير الفني محمد المرسي بيبحث عن الحلول من خلال البدلاء. الدخول الان لمنار يوسف، دخلت منار، وادي الكرة الركنية اتلعبت من كاميليا لتمارا بلغيط وسط ملعب، ملك شوكت، ملك سددت ملك الكرة وبالقدم اليمنى بعيدة الى خارج ملعب على يسار أسيل محمد، وبمسافة حوالي 3-4 أمتار كرة خرجت إلى ركلة مرمى لصالح فريق دلفي. فريق اللي لديه لقاء مؤجل في الجولة الخامسة مع المعادي واليخت، الفريق اللي بيحتل المركز العاشر ولديه 9 نقاط في جدول الترتيب. حبيبة بكتاش استخلاص رائع، يا سلام على تمارا بلغيط، تغيير حركة الجسم، التمويه والخداع من بين اتنين، عدت بالكرة اللي ارتدت عند هالة المهدي، كرة ما خرجتش، حبيبة بكتاش محاولة للتقدم، وقفت هالة المهدي على ان الكرة تجاوزت عدت. حبيبة بكتاش بتتلقى تعليمات من زياد الليثي مساعد المدير الفني محمد محسن. لاعبات البنك الاهلي امامنا على الصوره اللي غادرنا ملعب المباراه بعد ما اجرى المدير الفني 3 تبديلات دفعه واحده.
بدخول تمارا ابو الغيط وهنا سليمان وملك شوكت. كرة من ماجي محروس بينية عند فرح مهدي لكن الأقرب إليها حارسة المرمى أسيل محمد. مسكت أسيل ولعبت الكرة في وسط الملعب. هنا برأسية توصل ندى عماد تأمن وصول الكرة بشكل آمن وسليم لأسماء محمد محمود. لم تختبر اختبار حقيقي في هذا اللقاء ومع اقتربنا من 60 دقيقة من عمر اللقاء. هنا سليمان عدت مرت لعبت إلى ماجي إلى هنا في اليمين عند فرح. ضغط من ندى وليد تستخلص وتصل الكرة إلى حبيبة ومنها إلى ماجي. محاولة لسه ما زالت مستمرة تحييها من جديد. ملك شوكت إلى حبيبة بكتاش القوة من ناحية رحمة يوسف تنقذ الكرة تبعدها في اتجاه رنا عوض. رجعت لي هالة المهدي تسيبها لمنار يوسف. منار أمينة صابر كرة تخرج لرمي التماس بعد ضغط من حبيبة بكتاش جناح أيسر فريق البنك الأهلي. رمي التماس اتلعبت من تمارا بالغيط رجعت تاني تمارا تلعب كرة جميلة ما تعديش. تغطية جميلة من ندى توصل عند فرح. لسه فرح بتحاول سيطرة. يا سلام على فرح عدت بمهارة. لعبت كرة في ناحية اليمين عند أمينة حمدي لكن دفاع دلفي يصمد وفي حالة صمود والنتيجة في حالة جمود. تتجمد النتيجة عند هدف واحد مقابل لا شيء لكن تشعر بأن لاعبات البنك الأهلي لديهن الرغبة على الاستمرارية على الزحف والمواصلة الهجوم. ملك شوكت تطارد منار يوسف كرة مشتركة حكم يقول لا شيء. دخول رائع رحمة من بين الزحمة دخلت رحمة واخدت الكرة ومشت بيها تقاطعت ما كملتش. متابعة تاني من سارة علاء. رحمة ما قدرتش تتصرف لانها بذلت مجهود لكت خلاص انهكت يعني من خلال المجهود اللي بذلته وعملت كام سبرنت وعملت كام انطلاقة مجهود البدني له عامل كبير بالتأكيد. فوارق واضحة ما بين الرجال والنساء على المستوى البدني يعني تحديدا كمان يعني. ادي كرة في اليمين هالة المهدي جنب الراية الركنية حاولت الحصول على كورنر نجحت فعلا. هالة لم تحصل على ركلة ركنية. تعليمات لي ندى عماد من زياد الليثي ومن محمد محسن بان مفيش داعي للكبر او المكابره. ابعاد بيطالبهم بابعاد الكره الى خارج الملعب بعيدا الى رمي التماس الى ركنيه مش عيب عادي جدا. بعيدا عن هز الشباك بعيدا عن تسجيل اهداف تعيد دلفي الى ملعب المباراه. الركنيه من نفس المكان ده كان تقدم البنك في اللحظات الاخيره من احداث الشوط الاول من عرضيه جنى اسماعيل وراسيه ندى عماد سجلت في مرمى اسيل محمد وافتتحت باب التسجيل وسجلت مع الدقيقه الثانيه من الوقت البدل ضاع. امينه حمدي لعبت رميه التماس. هنا سليمان عدت من منار يوسف لعبت لملك شوكت. ملك الى كاميليا شحاته نقل الكرة في الجال اليسرى. شوفوا التدرج للكرة بشكل سليم نتيجة الانتشار والتمركز الرائع. تغطية دفاعية رحمة يوسف واحدة من أبرز اللاعبات في تشكيلة دلفي خاصة في اليمين ناجحة في إيقاف وحرمان حبيب بكتاش من التقدم بينما كيمي تظهر في الصورة. هنا بتسديدة متابعة من بعيد من حبيبة بكتاش خرجت أسيل ومسكت الكرة المسددة
من خارج منطقة الجزاء بعد ما غيرت اتجاهها لاعبة الدفاع أمينة صابر. منار يوسف، رأسية نادي عماد، وسط الملعب عند كامل إشحات، توصل عند هالة. فريق يحتاج إلى جرأة وإلى شجاعة، فريق يحتاج إلى تنظيم خاصة على مستوى الهجوم، فريق يحتاج إلى صانعة ألعاب، إلى لاعبة تنجح في أن تسيطر على الكرة لأطول فترة ممكنة، وتخطط وترسم وتوزع وتمرر في الأماكن المؤثرة. لحد دلوقتي هي دي الحاجات اللي بيفتقدها فريق زلفي. ومحاولة الفريق اللي بيقترب اقتراب من منطقة الجزاء، سقوط على أرض الملعب داخل حدود المنطقة الجزائية، والصافرة من حكم اللقاء واحتساب ركل جزاء لصالح رانا عوض. رانا عوض من تغطية نادي عماد، هنشوف محاولة انها تمنع رانا. ادي السقوط على ارض ملعب وركلة جزاء يحتسبها حكم اللقاء يوسف صالح. حكم اللقاء يوسف صالح يحتسب ركلة جزاء في الدقيقة 66. الخبرة هالة المهدي في مواجهة مع اسماء، تتألق اسماء، تحافظ اسماء على نظافة شباك البنك الاهلي، تتصدى اسماء محمد محمود. لسه كنت بقول اسماء لم تتعرض لاي اختبار حقيقي، ها هو الاختبار الصعب، الاختبار تنجح وباقتدار في التصدي لركلة جزاء كادت ان تعيد دلفي الى المشوار واكمال الحوار، حوار كروي نسوي ما بين البنك الاهلي ودلفي في اطار لقاءات الجوله العاشره من منافسات الدوري المصري الممتاز للكره النسائيه. هذه ركله الجزاء، هاله حطت الكره على يسار اسماء تطير وتنقذ، ومتابعه رنا عوض اللي كانت سبب في حصول فريق على ركله الجزاء مأنا على سلامة أسماء. طبعا هناك تبديل، هناك نزول الآن في هذه اللحظات مع الدقيقة 67 في البنك الأهلي. لاعبة رقم 6 هنا أبو جبل دخلت إلى ملعب المباراة في تشكيلة محمد محسن مكان فرح مهدي. رابع تبديلات، تبديل الرابع اللي بيجريه المدير الفني محمد محسن، بيدفع بهنا ابو جبل حدا من اللاعبات اللي ابدعنا في المباريات السابقه للفريق. حتى الان نجم الشوط الثاني اسماء محمد محمود بسبب التصدي لركلة الجزاء الصحيحة واللي احتسبها حكم اللقاء يوسف صالح. عودة للمباراة من جديد، عودة لأحداث الشوط الثاني. النتيجة تقدم البنك الأهلي بهدف واحد مقابل لا شيء. مرور في الجهة اليسرى من دينا خالد علي، تغطية دفاعية من أمين حمدي، طلعت الكرة لخارج الملعب، رمي التماس، كرة تاخدها هنا أبو جبل، ضغط من هالة، هالة 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 تتقدم تدخل لمنطقة الجزاء، خطيرة يا هالة، عدت الكرة وخرجت من أمام هالة المهدي. هل احتسبها الحكم ركلة مرمى ولا ركلة ركنية؟ ركلة مرمى، ركلة مرمى، طولت من هالة، بلغت جدا في المشي بالكرة وطلعت بعد كده إلى خارج الملعب زي ما تابعنا وشفنا. هذه محاولة داخل منطقة الجزاء تبدو خطيرة، ماجي محروس، رحمة يوسف
من امام ماجد، تبعد كره لوسط الملعب توصل عند هنا ابو جبل، وهذه تسديده هنا ابو جبل البديله في رابع تبديلات المدير الفني. دي الكره اللي كانت بتحاول هلال المهدي انها تهرب من رقابه نادى عماد، واقتربت بالفعل من منطقه الجزاء، لكن طولت منها في الاخير وطلعت لركله مرمى. تتلعب ركله مرمى لصالح دلفي، الفريق اللي بيبحث عن التعادل. لاعبات دلفي اقتربنا من التعادل لولا براعه اسماء محمد محمود وتصدي اسماء لركله الجزاء. هنا ابو جبل، هنا سليمان، تلعب الكره في الناحيه اليمنى، ماجي محروس، العرضيه من ماجي، لو عدت حبيبه هي حبيبه دائما من الشباك قريبه، طبع ثاني الاهداف مع الدقيقه 70 حبيبه بكتاش، طبع هدف ثاني مجاني ببلاش في شباك دلفي، عدت الكوره دون اي رسوم او مجانا وببلاش تصل الى حبيبه بكتاش. مفيش حد حاول انه يمنع، هربت لحظه ما هربت من رقابه رحمه يوسف، خلاص طالما ابتعدت عن رحمه هتسجل هتحرز هتضع، وبالفعل نجحت في ان تضع هدف ثاني على يمين حارسه المرمى اسيل محمد. كره بعيده عن متناول يد اسيل محمد، اسكنتها في الشباك، اصبحت النتيجه هدفين دون مقابل. نقطه تحول في هذه المباراه كانت ركله الجزاء اللي تصدت لها الحارسه اسماء محمد محمود، وتمكنت بعد ذلك حبيبه بكتاش من مضاعفة النتيجة. كرة في وسط الملعب، كيمي كاميليا منقولة الكرة لهنا، حبيبة أحمد رقم 19 نزلت بدلا من أمينة حمدي رقم 14، تبديل الخامس والأخير اللي أجراه محمد محسن فيه هذه اللحظات بعد الهدف الثاني مباشرة، واللي سجلته حبيبة بكتاش. خطأ لصالح فريق دلفي اللي كان قريب من التعادل. ادي لقطة الهدف، ادي من زاوية ثانية، شكرا لفريق الإخراج، والكرة عدت من تحت قدم هنا، وفي لحظة ما كانت حبيبة بكتاش بعيدة عن رقابة رحمة يوسف. لأول مرة حبيبة بكتاش تبتعد عن رقابة رحمة يوسف، محاولة لتقليص الفارق، تسديدة، كرة بتتلعب من سارة علاء بالقدم اليمنى، تمر من أمام القائم الأيمن وبالعرض إلى خارج ملعب إلى ركلة مرمى لصالح البنك الأهلي. خلاص البنك الأهلي عمل تبديلاته الخمس. هنا أبو جبل، الخطيرة تتقدم، الخطيرة تتقدم، هنا والعرضية، وبالمتابعة تاتا 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 ماجي محروس سجلت الهدف الثالث، وبالثلاثة البنك الأهلي يتقدم على دلفي بثلاثية. ماجي محروس ادي الكره العرضيه، هنا ابو جبل لعيبه متالقه في اليمين، عدت تقدمت لعبت عرضيه ارضيه، خطا من اسيل محمد بعد ما خلاص الكره كانت بين يدي اسيل، ارتدت من اسيل ومحدش يقدر يشيل ولا يمنع ولا يزيل هذه الكرات من امام ماجي بمتابعه جيده، تضع الكره في الشباك، هدف ثالث في الدقيقه 73 لتصبح النتيجه 3 مقابل شيء. الف سلامه لاسيل، ادي في الاعاده وسط حراسه اكتفت بالمشاهدة وبالفرجة من رحمة ومن يارا. ماجي جاءت بالمهارة
لتسجل هدف ثالث ليقترب فريق البنك الأهلي من تحقيق الفوز السادس له في الدوري، ويقترب من الحصول على 3 نقاط ورفع الرصيد إلى 20 نقطة، ويزيد من جراح فريق دلفي المتأخر ب3 أهداف مقابل لا شيء، بعد ما كان قريب من إدراك التعادل. هالة هالة المهدي في الدقيقة 66 من ركلة الجزاء كانت ممكن تتعادل أسماء محمد محمود، اللي اليوم أعتقد أني ممكن تكافأ يعني مكافأة كبيرة بعد ما تصدت لركلة الجزاء، لأني لو كان سجل فريق دلفي هدف كان يبقى التعادل 1-1. أعتقد المباراة كانت ممكن تروح لطريق آخر، طريق تاني، تاخد منحنى مختلف وشكل متغير عن اللي ظهر به فريق دلفي في الشوط الأول من اللقاء. خطأ لصالح بنك الأهلي. حبيبة عمر، هانا أبو جبل، خطيرة هذه اللعبة، خطيرة جدا، خطيرة جدا. حبيبة بكتاش لعبة الجناح الأيمن، هانا أبو جبل، سريعة متحركة، حالها كحال حبيبة بكتاش. يعني في إحدى اللقاءات حمد محسن اعتمد على الثنائي هانا أبو جبل وحبيبة بكتاش في اليمين وفي الشمال، خطورة ما بعدها خطورة. عملية إيقاف هذا الثنائي يحتاج إلى دراسة، إلى تخطيط. وسط الملعب كمال يشحاتة، سيطرة على الكرة، انتشار جيد، شوف التقارب، شوف اللعبة، اهو بيقول لهم اوفرلاب مدير الفني محمد محسن. تمارة لعبت الكرة لحبيبة وطالب حبيبة بالاوفرلاب، بان تمارة تتقدم علشان تستلم الكرة من خلف رحمة يوسف ويتعمل لها الاوفرلاب، لكن الجملة ما كملتش وطلعت الكرة لخارج الملعب واصبحت ردية تماس لصالح فريق دلفي. تتلعب من يارا سيد حسين، تخرج لتماس مرة تانية، رمي تماس يارا على التنفيذ ليارا، كمال يشحتة من وسط ملعب بينية بتعدي في سقوط على أرض ملعب أمينة صابر، حكم المباراة قريب صفر ويدى فاول. فاول لصالح فريق دلفي، نلعب في الدقيقة 78. أنا ارجعي مكانك، ارجعي مكانك، مالكيش دعوة بالكورة كابتن. تعليمات لهنا أبو جبل إنها تروح في مكانها في ناحية اليمين. بيعمل اختبار الكرة المدير الفني عفوا الحكم يوسف صالح، بيشوف ضغط الكرة، ضغط الهواء، الكرة اللي مفروض وزنها مع بداية المباراة ما لا يقل ولا يزيد عن 450 جرام. رنا عوض على الصورة أمامنا بتعالج، برديس خالد طبيب الفريق تطمئن على سلامتها. هالة المهدي لعبت الكرة الثابتة، ردتها برأس ندى عماد، تصطدم في تمارة بلغيت بعد متابعة أيضا من هالة المهدي، خرجت إلى ركنية، تستعد على ما يبدو سمر عاطف من فريق دلفي للنزول، لكن عادت إلى الملعب من جديد رنا عوض بعد ما كانت بتعالج خارج أرض الملعب. ركلة ركنية، ركلة ركنية لفريق دلفي، تلعبها هالة المهدي، حلوة جميلة، المتابعة روعة روعة روعة. الله يا أسماء، الله يا أسماء، أسماء تسيطر على أجواء هذا اللقاء.
أسماء تسيطر على الأجواء هنا في هذا اللقاء على الأرض وفي السماء، بتطير وتحلق أسماء حلوة. أدي المتابعة حلوة جميلة، كانت الكرة من قبل لاعبة رقم 17 في الكرة اللي فاتت أمينة صابر، وشفنا التصدي على مرتين، والنتيجة لا تزال حتى الآن ثلاثية مقابل لا شيء. يوسف صالح حكم المباراة بيحتسب ركلة جزاء في هذه اللحظات لصالح فريق البنك الأهلي من سقوط ماجي محروس على أرض الملعب من اشتراك وتدخل وعرقلة تمت من يارا سيد حسين. الدقيقة 80 وركلة جزاء تحتسب. أسماء تتألق على الأرض وفي سماء ملعب اللقاء بالم هيلز. ركلة جزاء، مين على التنفيذ؟ مين على التنفيذ؟ ندى عماد على يسار أسيل تضع هدف رابع، تضع الهدف الرابع بركلة جزاء ببطن القدم اليمنى على يسار أسيل، حاولة أسيل في التصدي لكن الكرة كانت بعيدة عن يد أسيل في الزاوية اليسرى، أسكنتها في الشباك وفي مرمى دلفي. يصبح التقدم بأربع أهداف مقابل لا شيء. هل يسجل البنك هدف خامس؟ يحقق نتيجة حققها من قبل على مركز شباب البرجاية، وكان الفوز بخماسية نظيفة. سنتابع تبديلات في صفوف دلفي، خروج لندى وليد شرف في هذه اللحظات، نزول امامنا للاعبه سمر عاطف، وايضا نزول لنور وليد شرف من فريق دلفي. بيدفع المدير الفني محمد المرسي بنور وليد شرف وخروج ندى وليد شرف، دخول سمر عاطف على حساب رنا عوض رقم 31 خرجت ونزلت رقم 9 سمر عاطف، خروج رقم 11 ندى وليد ودخول رقم 13 ندى نور وليد. مساعد الثاني لحكم اللقاء لصورة إسراء حمودة حتى الدقيقة 73. النتيجة كانت هدف واحد دون مقابل لفريق البنك الأهلي، أصبحت الآن رباعية بعد ما كانت ممكن كانت تبقى نتيجة 1-1، كان ممكن يبقى التعادل هو سيد هذا اللقاء. تقدم من الجهة اليسرى لفريق دلفي، كرة بتتلعب لسمر عاطف تسقط على أرض ملعب والحصول على خطأ لصالح فريق دلفي. هناك أكثر من لاعبة على أرض ملعب بترتدي الحجاب، منهم الحارسة المتألقة أسماء محمد محمود، وكان طبعا الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سمح بارتداء النساء للحجاب في المباريات الرسمية، وده من أجل زيادة حركة انتشار اللعبة على الصعيد النساء العربي والإسلامي. ومن هنا أصبح هناك دوري سعودي ودوري آخر سوداني بخلاف دوريات أخرى بتقام في الأردن وفي تونس وفي المغرب وغيرها من الدول العربية، ومنها طبعا في لبنان كما تابعنا وشفنا وشاهدنا منذ شهرين تقريبا التجربة الودية لجامعة مصر بلبنان على مستوى منتخب الأنسات تحت 20 سنة. تقدم لصالح البنك الأهلي من الخلف، وسط ملعب كيمي تتقدم تلعب الكرة البينية لماجي محروس صاحبة الهدف الثالث. الهدف الثاني كان بتوقيع حبيبة بكتاش، الرابع ومن ركلة جزاء سجلت ندى عماد والتي افتتحت التسجيل برأسية مع الدقيقة الثانية من الوقت البدل ضاع من احداث الشوط الاول للقاء. يا سلام يا ماجي، هوبا
معايا ماجي. ماجي محروس بتسدد كرة قوية جميلة، ولكن المرة دي حظها منحوس. ناجي محروس، ماجي محروس حظها المرة دي منحوس. يعني مش ممكن الاستلام الرائع والتحضير وتهيئ القدم وتطلق العنان للقدم اليمنى علشان تسدد كرة بهذا الشكل الرائع كما نتابع في الإعادة الجميلة لهذه اللقطة البديعة اللي تصدت بالعرضة وطلعت إلى ركلة مرمى زي ما شفنا وتابعنا. مهارة، مهارة عالية. الفوارق بدأت تظهر وتتضح في حسم اللقاء لصالح البنك الأهلي بعد ما كان في سجال وفي ندية حتى الدقيقة 70 من عمر أحداث المباراة، وكانت قريبة هلا المهدي من فرض التعادل على البنك الأهلي لولا براعة أسماء محمد محمود اللي بتقدم اليوم مباراة رائعة على مستوى فنون حراسة المرمى. كمال يشحاتة من أمامها، منار يوسف، لاعبة ديلفي تستخلص، عادت إلى هنا سليمان. أصبح الفريق أقوى في الشوط الثاني بفضل التبديلات اللي أجراها محمد محسن بنزول هنا سليمان، وكذلك نزول هنا أبو جبل مع دخول أيضا لتمارة بلغيت واشتراك ملك شوكت. هي أسماء صنعت الفارق في مباراة اليوم، هذا بالإضافة لدخول حبيبة أحمد. حبيبة في اليمين، هنا أبو جبل، استخلاص من أمام، هنا أبو جبل عن طريق سارة علاء، لعبة الكرة إلى دنيا خالد وطلعت الكرة لخارج الملعب. رمية تماس، نلعب في الدقيقة 86. بنك الأهلي في حال إذا فاز، وبالتأكيد هم الأقرب، لاعبات البنك الأهلي هم الأقرب لتحقيق العلامة، علامة النصر، علامة الفوز. 4 أهداف دون مقابل، يقترب الفريق من رفع الرصيد إلى 20 نقطة، يصبح المركز الثاني من نصيب البنك الأهلي خلف وادي دجلة المتصدر واللي لديه 22 نقطة، فريق اللي لم يلعب في هذه الجولة. ومع انتظار نتائج المباريات الأخرى اللي بتقام في نفس التوقيت، فريق الطيران يلعب مع الأمرية، مباراة صعبة ما بين الثاني والثالث في جدول الترتيب. كرة منقولة لوسط الملعب عند سمر عاطف، مقطوعة من تمارة بلغيت في الجهة اليسرى، تطلع من أمام حبيبة بكتاش، رمية تماس. رمية تماس لصالح فريق ديلفي. مساعد أول حكم المباراة كريم قاسم بيتحدث ليوسف صالح حكم المباراة، واضح انه اخبره بحاجة حصلت من الطاقم الفني بالنسبة لفريق البنك الأهلي. فيوسف صالح راح واتكلم مع محمد محسن بيحذره تقريبا من عدم الاعتراض او عدم التحدث كثيرا او الخروج من المنطقة الفنية. نتابع هنا محاولة كانت من ناحية كامل اشحاتة، تدخل لسارة، ابعاد في وسط الملعب، توصل عند حبيب احمد في اليمين، هنا تسديدة ارضية تعدي بمحاذاة القائم الايمن، ارضية تنتهي عند ركلة مرمى لصالح فريق دلفي. عدت هنا، سددت الكرة مرة زي ما بنتابع هنا قدامنا في الإعادة. ركلة مرمى بتلعبها ضحى مجدي، كان في تماسك لدفاع دلفي مع الشوط الأول، هذا التماسك لم يكن موجود في الشوط الثاني. كرة والتبادل جيد، تصويبة حلوة جميلة جميلة، الكل هنا يعني الكل في حالة إعجاب لأداء لاعبات البنك الأهلي. شوف التبادل، شوف اللمسة لماجي من حبيبة أحمد، تقدمت حبيبة، لم تكتفي بالتمريرة وتقف وتتفرج، لا كملت في اللعبة وعملت كرة جميلة ما بينها وبين
زميلتها ماجي محروس اللي سندت الكرة لحبيبه المتقدمة من على حدود منطقة الجزاء، وبالقدم اليمنى زي ما شفنا حطت كرة في الزاوية اليسرى لكن علت فوق العارضة بقليل وانتهت إلى ركلة مرمى. رحمة يوسف من أمام حبيبة بكتاش تلعب عند منار يوسف، منار بينية حلوة جميلة. نور وليد تتقدم نور لكن في بطء في الحركة، دخول عند دنيا خالد علي في محاولة الاشتراك، كرة طولت منها ملك شوكت، تمارا بالغيط، هنا سليمان على الأرض لماجي محروس. يا سلام على ماجي، يا سلام على ماجي، ماجي تقدم فنون كرة القدم كما وصف في صفحة الاستلام والتسلم والتحرك بدون كرة، ودي كرة عند اللاعبة تمارا بالغيط، تعدي تمارا. شفنا ماجي محروس في السقوط في العودة إلى الخلف لاستلام الكرة والتحضير لباقي زميلاتها على أرض ملعب، وكرة مررت في الجهة اليسرى وكان التمرير ناحية حبيبة بكتاش وتمارا بالغيط وعدت إلى خارج الملعب. المتابعة لم تقتصر فقط على الكبار بل هناك صغار أيضا لهم شرف المتابعة ومشاهدة أحداث هذه المباراة الممتعة من الجانبين وبالأخص من فريق البنك الأهلي. رمي التماس للبنك الأهلي متقدم برباعية مقابل الشيء كاميلا شحاتة ناحية اليمين، هنا والعرضية عدت الكورة وضاع الهدف الخامس، الخماسية الهدف الخامس اللي كان هيسجل عن طريق امضاء وتوقيع حبيبة بكتش، عدت الى رمي التماس تاني، هنا سليمان، كاميليا شحاتة، رحمة يوسف من امام حبيبة تطلع كرة لرمي التماس. نلعب في الوقت البدل ضائع، خلاص بهذا التفوق بهذا التقدم بهذه الرباعية بنك الاهلي يصل الى النقطة العشرين، يحقق الفوز السادس له في الدوري. فريق تعادل في مباراتين امام وادي دجلة 2-2 والطيران 1-1، خسر من الامارية 3-0، فاز على الجونة 2-1، على المعادي اليخت 3-2، على اجا 2-2، برجاية 5-0، وطبعا 5 انتصارات، واليوم يقترب وخلاص حقق الفوز السادس وبرباعية مقابل لا شيء. كرة منقولة في الجهة اليسرى، تمارا بالغيط، تمارا وتقدم، مشي تمارا، تمارا تقترب من المغارة، من غرفة الأشعة التهديفية، من صندوق الحظ والسعادة اللي اليوم من داخل هذا الصندوق الابتسامة، الحظ ابتسم للاعبات البنك الأهلي 4 مرات. رحمة يوسف، ظهير أيمن، دلفي يلعب كرة في الأمام، فريق دلفي عند منار تتقطع من امام كيمي توصل لحبيبه، حتى اللحظات الاخيره يقدمنا اداء رائع ثبات المستوى. وادي الكره ماجي الخطيره، الخطيره ماجي 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 محروس تضع الهدف الخامس، خماسيه دون مقابل، ثاني اهداف ماجي، صناعة كيمي، عملت كرة بينية خلف دفاعات فريق دلفي من خلف يارا سيد حسين وضحى مجدي، كان الاختراق حاضر عن طريق اللاعبة الهدافة ماجي محروس، لم يكن لها حضور في اللقاءات السابقة اللقاءات الماضية، ولكن في أول ظهور كان ظهور حقيقي لهذه اللاعبة على هذه الطريقة، تحتفل على طريقة مؤمن زكريا وتشير برقم 8، القميص رقم 8 اللي بيرتديه نجم مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية ونجم الأهلي، واللي نتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله تعالى. إذن في هذه اللحظات يوسف صالح حكم المباراة،
شاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات اون تايم سبورتس، يطلق صفار الثنايا والانتصار الكبير والعريض بخماسيه دون مقابل للبنك الاهلي على دلفي. شكرا لكم على طيب المتابعه، القاكم في لقاءات اخرى قادمه، تقبلوا تحيات الزملاء في فريق العمل ولكم خالص تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.